السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث تخصص تركيبات ومعدات كهربية، أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات برنامج مدرسة على الهواء لمادة الآلات الكهربية والوقاية. في بداية حلقتنا بنرحب بالأستاذ جمال عبد العزيز. الله يرحب بك يا أستاذ. مرحبا أستاذ جمال. في الحلقات السابقة لمادة الآلات الكهربية والوقاية كنا شرحنا مجموعة من الدروس كانت بتخص باب الآلات التوافقية، استعرضنا فيها المولدات التوافقية، ثم انتقلنا بعد كده إلى المحركات التوافقية واستفدنا في جزء المولدات والمحركات التوافقية، وبكده كنا ختمنا باب الآلات التوافقية بالكامل. هننقل النهاردة إن شاء الله لجزء جديد في المنهج أو لباب جديد في المنهج، اللي هو المحركات الاستنتاجية أو المحركات الحسية. وطبعا زي ما حضرتك عارف إن المحركات الحسية بتعتبر أشهر وأقوى التطبيقات عندنا في علم الكهرباء على المحركات اللي احنا بنستخدمها، وده نظرا لشيوعها في الاستخدام والمجموعة مزايا كبيرة هنستعرضها أثناء شرح باب المحركات الاستنتاجية. هو زي ما حضرتك تفضلت، احنا أبنائنا وبناتنا كنا شرحنا المولدات التوافقية في حلقتنا هنا في تلفزيوننا المصري، وقلنا المولدات وقلنا من تركيبها ونظرية عملها والمعادلة، ودخلنا بعد كده على المحرك التوافقي اللي هو سنكريوس موتور، وقلنا ان هو يتبع الالات التوافقيه. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض المحركات الاستنتاجيه. في بعض الاسئله بتيجي في الامتحانات، ما الفرق بين المحرك الاستنتاجي او الحثي او التاثيري والمحرك التوافقي؟ الاسئله بتيجي مقارنه. حضرتك عشان تبقى في المقارنه محترم جدا وبتجاوب اجابه نموذجيه لجميع ابنائنا وبناتنا ان شاء الله، لازم تعرف وتذاكر كويس المحرك التوافقي والمولد التوافقي. لما نيجي نشرح زي ما قال باشمهندس النهارده المحرك الاستنتاجي الاكثر شيوعا في حياتنا العمليه. الاكثر شيوعا في حياتنا العمليه اندكشن موتور، لان المحرك الاستنتاجي بالنسبه لنا في انواع منه كتير، في استفاده منه كتير، في منه وجه واحد وفي منه ثلاث اوجه. بصدد النهارده ان شاء الله هنشرح المحركات الاستنتاجيه الثلاثيه الاول. وحضراتكم مستنيين اتصالاتكم بالاسئله اللي انت عايز تفهمها او غايبه عن نظرك، ومع ذلك احنا هنشرح ان شاء الله وموجوده عندك، حضرتك بتاخدها في الاقسام العمليه، وحاليا على خريطه المنهج حضرتك بتلف هذا المحركات في الورش. استاذ عمرو، لو قلنا ان احنا بنقول ان ابنائنا وبناتنا ان هم بيشتغلوا حاليا في المحركات الاستنتاجيه في الورش والمعامل بتاعتنا في المدارس، ايه رأي حضرتك ان احنا نتذكر بالتركيب ولماذا سمي محرك استنتاجي؟ هنبدأ بإيه بالنسبة لمحرك الاستنتاج الثلاث أوجه؟ المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه طبعا هو جزء كبير جدا في المنهج، ويمكن هي واخد أهمية عالية جدا عندنا زي ما حضرتك عارف أستاذ جمال. بداية احنا هنقول لأبنائنا الطلبة ونلفت نظرهم إن ده زي ما حضرتك تفضلت وقلت أشهر أنواع المحركات استخداما في الحالة العملية بالنسبة لنا، وهو زيه زي بقية مجموعة المحركات اللي احنا بنستخدمها، عبارة عن عدو ثابت وعدو دوار. يمكن المحرك الاستنتاجي والمحرك التوافقي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت برضو انا عندي فيه نقطتين بالنسبة لهم، نعم. او الفرق الاساسي بينهم ان انا المحرك التوافقي فيه مفهوش انزلاق وبيدور بسرعة التوافق، انما المحرك الاستنتاجي فيه انزلاق وما بيدورش بسرعة التوافق. واحنا كنا نبهنا وقلنا في الحلقات السابقة ان سرعة التوافق دوران العدو الدوار بسرعة المجال الدوار، يمكن ده متوفر في المحرك التوافقي ومش متوفر في المحرك الاستنتاجي. ده اول جزء بنلفت نظر ابنائنا الطلبة ليه. بعد كده هنبدأ بقى نشوف المحركات الاستنتاجية، فحضرتك تتفضل تقول لنا فكرة عامة عن المحرك الاستنتاجي ثلاثي الاوجه وليه سميناه محرك استنتاجي، ونبدأ نستفيد في شرح بقية الجزء المحركات الاستنتاجية. طيب ابنائنا وبناتنا، كنا بنتكلم وكان في اتصال في الحلقات اللي فاتت، كان سال في واحد من ابنائنا في المحرك الاستنتاجي الثلاثي الاوجه ما هو الانزلاق. استاذ عمرو دلوقتي وضح ان احنا ما فيش انزلاق بالنسبه للمحرك التوافقي، ولكن المحرك الاستنتاجي موجود فيه. ايه رايكم بدايه اول حاجه بنعملها في المحرك الاستنتاجي تعريفه؟ هو اله تدور، اله تحول الطاقه الكهربيه الى طاقه حركيه. في المحرك التوافقي كنا بنقول تدور بسرعة التوافق، كنا بنعمل مقارنة عشان أبنائنا وبناتنا ما يتلخبطوش. في المحرك التوافقي كنا بنقول تدور بسرعة التوافق. أما المحركات الاستنتاجية، تعريف كلمة محرك عامة هي آلة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو ميكانيكية. تمام؟ تمام. طيب
هنخش بعد كده بنقول ان هو عباره عن عضو ثابت وعضو داير، تمام زي ما قال الاستاذ عمرو، وقلنا كمان قلناها في المحرك التوافقي. طيب بدايه هنقول ليه سمي محرك استنتاجي ولا نشوف التركيب؟ ايه رايكم؟ تعال نشوف تركيب المحرك الاستنتاجي، والافضل ان انتوا اللي هتتصلوا بينا وهتقولوا لنا على تركيبه. هو موجود على الشاشه الجميله بالنسبه لنا، صوره كامله للمحرك الاستنتاجي الثلاثي الاوجه، وهنبتدي نشرح التركيب من بدايته لنهايته. تعالوا نشوف مع بعض. بدايه العضو الثابت، العضو الثابت اللي هو من بره ده، كل ده العضو الثابت. العضو الثابت يشتمل على واحد الهيكل الخارجي، تمام، يصنع من ماده غير مغناطيسيه او الصلب الملحوم، تمام، ويوجد به فتحات للتهويه، وظيفته حمايه الاله من الصدمات الخارجيه، حمل رقائق وملفات العضو الثابت. دخلنا جوه هنا، رقائق العضو الساكن او قلب العضو الثابت عباره عن شرائح من الصلب السيليكوني المجمعه والمعزوله عن بعضها بالورنيش على هيئه دوائر، مشكوك بسطحها الداخلي مجاري طوليه، توضع بها ملفات العضو الثابت. دي رقائق العضو الثابت، وقلنا صلب سيليكون ليه؟ متهيألي ان احنا عملنا هذا الكلام. نيجي لتالت حاجة، يبقى احنا خدنا الهيكل ثم رقائق العضو الثابت ثم من جوه خالص يمكن مش واضحة قوي لكن باينة ملفات العضو الثابت اللي حضرتك وحضرتك بتعمل ايه دلوقتي في الورشة؟ بتلفهم. الملفات تصنع من سلك النحاس الاحمر المعزول بالورنيش، ويفضل ان توصل نجمة، وهنجاوب على هذا السؤال فيما بعد. هذه الملفات، وهنبتدي هنا النقطة دي مهمة جدا، هذه الملفات في المحرك الاستنتاجي هي المسؤولة عن توليد المجال المغناطيسي الدائر، أما في المولد التوافقي فهي مسؤولة عن توليد القوى الدفعة الكهربية. ده العضو الثابت اللي موجود قدام مننا. بنقوله تاني، الهيكل الخارجي ثم رقائق العضو الثابت ثم ملفات العضو الثابت، وقلنا كل واحد وظيفته بيصنع من ايه وفايدته ايه. طيب استاذ عمرو، بالنسبه للعضو الثابت في اي مشكله او تعليق؟ لا، بالنسبه للعضو الثابت، لا احنا استاذ جمال حضرتك اتكلمنا يعني من بدايه الحلقه لحد دلوقتي كان في حاجه ابنائنا الطلبه دايما بيسالوا فيها، بيقول طب ما المحرك التوافقي محرك انا بديله تيار كهربي زي ما حضرتك اتفضلت وقلت هي الفكره العامه، المحرك انا بديله تيار كهربي ينشا عنه طاقه حركيه او طاقه ميكانيكيه. طب ما المحرك التوافقي انا بديله طاقه كهربيه ينشا عنه طاقه حركيه. طب ما المحرك الاستنتاجي بديله طاقة كهربية الى بيديني طاقة حركية. تمام. هي ايه الداعي لان انا بعمل كده؟ احنا برضو عايزين نلفت نظر ابنائنا الطلبة واستاذ جمال. ان انا عندي في المحرك التوافقي بيدور بسرعة التوافق. ده جزء مهم زي ما قلناه، هنا ما بيدورش بسرعة التوافق. في حاجة بقى بالنسبة للمحرك التوافقي، انا كنت بغذيه بتيارين، تيار متغير وتيار مستمر. تمام. انا هنا في المحرك الاستنتاجي هتعامل معاه مع تيار واحد بس، اللي هو تيار المتردد ثلاثي الاوجه فقط. او التيار المتغير ثلاثي الاوجه فقط، فمش هغذي بتيار مستمر، فبستغنى تماما عن التيار المستمر اللي انا هتعامل معاه. يعني عايز تجاوب على السؤال يبقى هو سبب يعني تسمية المحرك الاستنتاجي؟ لا لا لا، لا لسه قبل ما هبدأ في تسمية المحرك الاستنتاجي. تمام. احنا بنقول ليه يعني او ايه ده، ايه المحرك التوافقي، ايه المحرك الاستنتاجي، عشان ابنائنا الطلبه ما يتدخلش معاهم الاثنين مع بعض. تمام. في المحرك التوافقي كنا بنقول ان احنا المفروض ان انا لما اجي اشغل محرك توافقي في بعض الاحيان بس بحتاج وسيله بدء خارجيه او محرك خارجي. في المحرك الاستنتاجي انا ما بحتاجش وسيله بدء خارجيه ولا محرك خارجي، ده تيار خارجي او تيار مستمر وبيدور من تلقاء نفسه. ليه؟ طبعا زي ما حضرتك هتتفضل وتقول لنا بعد كده، بسبب وجود المجال المغناطيسي الدوار. قبل ما نخش في العدو الثابت بقى والعدو الدائر وتركيبهم الاثنين باستفاضه، عايزين سبب تسميه المحركات الاستنتاجيه بهذا الاسم. ليه سمينا المحرك الاستنتاجي بالمحرك الاستنتاجي او المحرك الحسي؟ تحت امرك. يبقى حضرتك السؤال اللي انت عايز تجاوب عليه قبل ما نخش على العضو الدائر، لان العضو الدائر هم يمكن ابنائنا شغالين فيه في الورش دلوقتي، اللي هو سببه اللي هو القفص السنجاب والعضو الدائر المرفوف. السؤال اللي حضرتك تفضلت بتقول عليه او اللي انا فهمته، ما سبب تسميه المحرك الاستنتاجي بهذا الاسم؟ طيب المفروض ان حضراتكم اللي تجاوبوا، لان دي مذاكره بالنسبه لكم. محرك التوافقي قلنا سرعه العضو الدائر بتساوي سرعه المجال الدائر، وخلاص خلصناه. المحرك الاستنتاجي، ما سبب تسميه المحرك الاستنتاجي بهذا الاسم؟ هتقول ايه؟ ها؟ هتقول لأن سرعة العضو الدائر تستنتج من سرعة المجال الدائر، وبالتالي لا يحتاج إلى وسيلة خارجية، ويبدأ الحركة من تلقاء
نفسه. تاني هنقولها كده مع بعض، ادي المجال بتاعي اللي هي ملفات العضو الثابت، حضرتك بتديها الثلاث اطراف بتوع الكهرباء، بينشأ مجال مغناطيسي بيقطع مين تحت منه؟ العضو الداير، فبيولد في قوة دفع كهربية وبالتالي بيدور. معنى ذلك ان سرعة العضو الداير استنتجت من سرعة المجال الداير. يحتاج لآلة مديرة؟ لا طبعا. يبقى هنقول الإجابة ما سبب تسمية المحرك الاستنتاج بهذا الاسم، ان سرعة العضو الداير تستنتج من سرعة المجال الداير، وبالتالي يبدأ الحركة من تلقاء نفسه ولا يحتاج لوسيلة لبدء الحركة. نفهم من الكلام يا أستاذ جمال إن المحرك الاستنتاجي سمي بهذا الاسم لأنه بيتوقف في نظرية عمله أو في تشغيله على النظرية الاستنتاجية أو تمام. النظرية الحسية اللي هي إن أنا بدي تيار كهربي للعدو الثابت ينشأ عنه مجال مغناطيسي. وأبنائنا الطلبة بتركز معانا كده عشان أنا يمكن نفتحها أكتر أو نوضح أكتر، إن بدي تيار كهربي للعدو الثابت بينشأ أو بيستنتج عنه مجال مغناطيسي. جبت كلمة تستنتج اهو، المجال المغناطيسي بيقطع العدو الدوار بيستنتج عنه قوة دفع كهربية داخل العدو الدوار بالتبعية بينشأ عنها مجال مغناطيسي، فالاستنتاج بتاع المجال المغناطيسي اهو ينشأ عندي مجال مغناطيسي تاني او استنتج مجال مغناطيسي، المجالين بيتفاعلوا مع بعض واستنتج عندي عزم دوران. يبقى انا طول ما انا ماشي مع المحرك الاستنتاجي انا بقول بدي تيار، فبيستنتج قوه دفعه بيستنتج مجال، وبيستنتج عندي قوه دفعه كهربيه، القوه الدفعه الكهربيه بتعمل لي بتستنتج مجال، المجالين يتفاعلوا مع بعض ويستنتج عزم دوران. يبقى انا شغال كلها عمليه استنتاجات داخل العدو الثابت بتاعه، العدو الدوار في او داخل المحرك بتاعي بالتبعيه، من هنا سمي المحرك الاستنتاجي لانه بيشتغل على او نظريه فكره عمله على النظريه الاستنتاجيه للتيار الكهربي والمجال المغناطيسي. طيب حضرتك دلوقتي كنا خلاص او اجبنا على السؤال بتاع حضرتك، احنا كنا لسه داخلين في التركيب. تمام. التركيب قلنا عبارة عن عضو ثابت، والعضو الثابت يشتمل على هيكل ورقائق العضو الثابت وملفات العضو الثابت. وحضرتك برضو تفضلت وقلنا هنا ان لازم نقف شوية عشان نشوف كلمة الاستنتاجي دي جات منين او سمي بهذا الاسم. العضو الداير هنشتغل به، نكمل فيه التركيب. العضو الداير عبارة عندي أبنائي وبناتي إلى نوعين، عضو داير قفص سنجاب وعضو داير ملفوف أو ما بين قوسين سمي ذو حلقات الانزلاق. يبقى عضو داير قفص سنجاب وهنقول سمي بهذا الاسم ليه، ثم بعد كده عضو داير ذو حلقات انزلاق أو عضو داير ملفوف. طب العضو الداير قفص سنجاب، إيه رأيكم مع شاشتنا الجميلة هنا في التلفزيون المصري نبين العضو الداير القفص سنجاب بيبان إزاي؟ لو لاحظنا خد بالك من المبينة اللي احنا بنقول عليها المبينة، عبارة عن شرايح من الصلب السيليكوني المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة دوائر محفور او مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية، مجاري طولية مائلة، وهنقول مائلة برضو ليه، توضع بها اسياخ من الالومنيوم او النحاس. تاني اسياخ من الالومنيوم او النحاس، الاثنين مع بعض اين ده او ده، وتقصر على نفسها بحلقتي قصر من نفس مادة الاسياخ. لو انت لاحظت كده هتبقى حلقة قصر من نفس مادة الاسياخ، بمعنى ان الاسياخ من الالومنيوم يبقى دي من الالومنيوم، لو الاسياخ من النحاس يبقى دي كده من النحاس، اي ان القفص السنجاب ليس له اطراف، مقصور على نفسه. تمام. طيب ده العضو الداير القفص السنجاب. اما العضو الداير الملفوف، كل اللي هيتغير هنشيل الاسياخ، الاسياخ من العضو الداير القفص السنجاب ونحط ملفات نحاسية معزولة، ملفات نحاسية معزولة وتلحم اطرافها عن طريق حلقات الانزلاق اللي احنا هنحطها فيما بعد في العضو الداير الملفوف. تمام. يبقى الفرق ما بين الاثنين، لان ده فرق كبير جدا في المقارنة، في القفص السنجاب في اسياخ من الالومنيوم او النحاس، اما الملفوف فبحط ملفات من السلك، ملفات من السلك، قفص سنجاب اسياخ من الالومنيوم او النحاس ومقصوره، اما الملفوف ففي ملفات من السلك وتلحم اطرافها بحلقات الانزلاق. في فرق ما بين الاثنين في النقطه دي بالذات كبير جدا، وده هيبين في المقارنه ان شاء الله مميزات ده ويبدا على اساس هذا الكلام. ده العضو الداير يا استاذ عمرو بالنسبه للقفص السنجاب والعضو الداير الملفوف. سريعا ما قلناش قوي لان هم ابنائنا وبناتنا في حسب المنهج شغالين في الورش. استاذ جمال،
نعم حضرتك اتكلمت عن عدو الدار الملفوف والعدو الدار القفص سنجاب، واتكلمنا عن العدو الثابت بشكل عام. قبل ما هننقل على التفصيل بتاع كل الاجزاء دي ونعمل مقارنه اللي بينهم، وقبل ما هنفسر التركيب عشان ابنائنا الطلبه تستوعب لما يجي له، يعني ممكن حد من ابنائنا الطلبه يقول لي طب انا لما هيجي لي المحرك الاستنتاجي لما هاجي ارسمه هرسم الرسمه الكبيره اللي ظاهره معانا على الشاشه؟ لا، مش هنرسم الرسمه الكبيره اللي ظاهره معانا على الشاشه دي، هنبسط الرسمه دي لمجموعه من الرسومات هتعبر برضه عن المحرك الاستنتاجي، بس هو فيه زي ما حضرتك متعود معايا مجموعه من الملاحظات هنقولها على المحرك العدو الدار الملفوف والعدو الدار القفص سنجاب. طبعا انا عندي في العدو الثابت بيبقى ملفوف بعدد معين من الاقطاب. تمام. لما باجي احط فيه عدو دوار قفص سنجاب، العدو الدوار القفص سنجاب المجال اللي بينشا فيه تابع للمجال بتاع العدو الثابت. تمام. لانه بيستنتج منه، ونفس الحكايه في العدو الدوار الملفوف. بس هنقول حاجه، في العدو الدوار القفص سنجاب انا بحاول اعمل العدو الدوار القفص سنجاب، يمكن حضرتك قلت ملحوظه، اللي هي بتبقى المجاري بتاعته مايله ما بتبقاش عدله. تمام. ليها اسباب اكيد وهنشرحها في حينه. لما نخش في التفصيلات بتاعه العدو الدوار القفص سنجاب دلوقتي. بس هنقول ان العدو الدوار القفص سنجاب بيبقى عدد المجاري اللي بنحط فيها الشرائح بتاعه الالومنيوم او النحاس اللي احنا بنستخدمها اقل باتنين تقريبا من مجاري العدو الثابت. تمام. على اساس ان المجال المستنتج فيه ما يبقاش مجال متشابه فيقدر يديني عزم الدوران اللي عندي. تمام. انما في العدو الدوار الملفوف بلف العدو الدوار الملفوف بتاعي بنفس عدد اقطاب العدو الثابت. تمام. والجزئيه دي بننبه على ابنائنا الطلبه، وزي ما حضرتك هتشرح لنا بعد كده في جزء جاي في الجزء بتاع المحرك الاستنتاجي، يخلوا بالهم منها قوي. في العدو الدواري القفص سنجاب ليه طريقه معينه في تغيير سرعاته غير المحرك الدواري الملفوف، وافترض بدل الحركه كمان اكيد الاثنين. يعني ده بيختلف وده بيختلف. فعلشان كده احنا بنحاول نخلي العدو الدوار القفص سنجاب عدد المجاري بتاعته، لانه ملوش اقطاب، انا ما بلفوش بعدد ملوش اطراف كمان، يعني ملوش اطراف ان انا اخد منها حاجه. بيخلوا بالهم منها، ملوش اقطاب، ده بياخد عدد اقطابه من العدو الثابت او بياخد مجاله من العدو الثابت نتيجه المجال اللي مستنتج فيه. تمام. نستكمل الجزء اللي احنا بنشرحه ده على درجه عاليه من الاهميه بعد الفاصل، ونستعيد استكمال جزء استاذ جمال. تحت بنجدد التحية لأبنائنا الطلبة، وبنستكمل معاهم جزء المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه. أستاذ جمال، كنا وقفنا عند المحركات الاستنتاجية ثلاثية الأوجه، عند جزء العدو الثابت والعدو الدوار. أنت عايز حضرتك التفصيل مع أبنائنا وبناتنا على أساس إن إحنا هنقول واحد اتنين تلاتة كأنهم بيذاكروا وبيكتبوا هذا الكلام، وبرضه مستنيين إن شاء الله تليفوناتكم على أي استفسار بالنسبة للجزء اللي احنا بنشرحها او الجزء اللي فات او اي جزء في ماده الالات الكهربيه. تعالوا نشوف مع شاشتنا الجميله هنا بنقول ايه. العضو الثابت يشتمل على واحد الهيكل الخارجي، وقلنا يصنع من معدن ماده غير مغناطيسيه او الصلب الملحوم وبيه فتحات للتهويه. رقم واحد كمان من وظيفته حمايه الاله من الصدمات الخارجيه. رقم اتنين حمل رقائق وملفات العضو الثابت. رقم ب الرقائق الحديدية. رقائق العضو الثابت تصنع من شرائح تمام الصلب السيليكوني المجمعة والمعذولة عن بعضها بالورنيش على هيئة دوائر مشقوق بسطحات داخلي مجاري طولية توضع بها ملفات العضو الثابت. رقم جيم الملفات، وقلنا الملفات تصنع من سلك النحاس الأحمر المعذول، وهذه الملفات قلنا توصل بالمنبع وتوصل نجمة أو دلتا على حسب المحرك وكيفيه تشغيله. ايه رايكم؟ تعالوا نشوف بقى رسومات مع شاشتنا هنا بتقول ايه. تعالوا نشوف مع بعض الشاشه هنا مديانه شكل جميل جدا لشكل مبسط للهيكل الخارجي من بره، ثم الرقائق العضو الثابت موجوده طبعا شايلين الهيكل وجايبين، وادي المجاري. طبعا المجاري المفروض ابنائنا حابب يقولوا لنا ان هي نصف مغلقه، لان المساحه اللي فوق بالنسبه للمجره نصف المساحه اللي تحت. طيب ايه رايكم كمان؟ هنشوف مع بعض. ايه رايكم بقى كده؟ العضو الثابت، خد بالك بقى هنا اللي حصل، ده الهيكل الخارجي تمام، وادي الملفات موضوعه في قلب المجاري، خد بالك هنا معزوله بالورنيش وبقى عليها كمان خبير الفبر هنا، ثم ان الملفات ملفوفه بشريط القطن. طبعا الاطراف بتطلع من الروزيتا عند هنا توصيلها نجمه او دلتا.
معايا كمان على نفس الشاشة هننتقل إلى العضو الداير على طول. عضو داير قفص سنجاب، تمام، عضو داير قفص سنجاب يصنع من شرائح الصلب السيليكوني المجمعة والمعدولة عن بعضها على هيئة دوائر مشقوق بسطحها الخارجي مجاري طولية مائلة. وعلل هنا بقى، علل تصنع مجاري العضو الداير قفص سنجاب مائلة. احنا بنقول قبل ما ننتقل على النقطة التانية هنا مائلة، والسؤال ده كان الأستاذ عمرو حتى في الفاصل بيقوله، عايزين نوضح لأبنائنا ليه مجاري العضو الداير في القفص السنجاب بتبقى جاية ميل. قلنا هنا للحصول الأكبر على المجال المغناطيسي الفعال من الموصل، رقم 2 الحصول على نفس عزم البدء الابتدائي للمحرك تقريبا. بنحاول نحسن عزم البدء، بنحاول نقلل الفاقد المغناطيسي اللي موجود، والحصول على نفس الفيض المغناطيسي الفعال. طبعا دي يا استاذ جمال نقطه مهمه جدا اللي هي ليه المجاري بتبقى مائله. برضو نوضح لابنائنا الطلبه استاذ جمال ان المجرى لما هتبقى مايله الموصل اللي هتحط فيها هيبقى مايل واخد نفس طول المجرى، تمام. بالتبعيه الوضع في الحاله اللي زي دي هيكون طول الموصل الفعال بتاعي اكبر، تمام، اكبر من المجرى العدله. يبقى انا هستفيد بان طول الموصل الفعال بتاعي هيزيد، تمام. هستفيد بان خطوط المجال المغناطيسي هتقطع الموصلات بتاعتي بتاعت العدو الدار في جميع حالات الدوران، تمام. يبقى دي انا استفاده تانية. هزود زي ما حضرتك قلت عزم الدوران بتاعي، العزم هيزيد بتاعي هيقوى، وطبعا دي مهمه جدا بالنسبه لي في المحركات. الحاجه الاخيره او الجزء المهم برضو بالنسبه لنا ان انا بقلل الاجهاد الميكانيكي على عندي على عزم الدوران على العزم الدوران بتاعي، ودي بتعتبر من مميزات ان انا بخلي يعني مجرد انا خليت المجرى مايل ده حصل. طبعا ده حصل، ولان انا بستفاد من مجموعه المميزات اللي موجوده عندي اثناء التصميم عشان اطلع محرك او اطلع منتج في احسن صوره لي. طيب استاذ جمال، قبل ما تنقل حضرتك للتفصيلات الصغيره بتاعه المحرك العدو الدوار الملفوف السنجاب والدائره بتاعه العدو الدوار الملفوف، ممكن حضرتك تدينا شكل عام لدائره محرك ممكن ارسمها تركيب يوضح فيه تركيب العدو الثابت كده زي مسقط، اوضح فيه تركيب العدو الثابت بدل المقطع اللي فات اللي كان يمكن صعب شويه، اوضح فيه تركيب العدو الثابت وفي الملفات والعدو الدوار، بحيث ان ابنائنا الطلبه لما يجي لهم في الامتحان يرسم تركيب للمحرك الاستنتاج ثلاثي الاوجه يقدر يعبر عن مجموعه التركيب بتاعته او اللي في دماغه بطريقه مبسطه. طيب ابنائنا وبناتنا هنعمل المحرك زي ما احنا شفناه، هناخد منه مقطع ونبتدي ناخد الشكل بتاعه وهنقوله مع بعض. تعالوا شوف كده بتقول ايه الشاشه عندنا، عباره عن خد بالك كده ده الهيكل الخارجي من بره خالص، ودي حلقه تعليق، حلقه تعليق اللي انا ممكن الموتور يبقى معلق، يعني مش حلقه تعليق كده او يثبته، او ممكن يكون عندي حلقات تثبيت ان انا ثبته في اماكن معينه. رقم 2 من جوه مجاري العضو الثابت، ثم النقط اللي موجوده ديت اللي هي ملفات العضو الثابت. تعالى هنا دخل على العضو الداير قفص سنجاب، خد بالك كده العضو الداير قفص سنجاب، ومدي لك المقطع بتاعه لانه حلقه صغيره، ثم محور الدوران اللي موجود. يبقى هنا العضو الثابت، رقائق العضو الثابت، ثم ملفات العضو الثابت، ثم العضو الداير قفص سنجاب، ومن بره هنا في مكان للروزيتا اللي هي بتخرج منها الاطراف على حسب توصيله بالنسبه لي. كده بالنسبه لنا ده العضو الثابت يا استاذ عمرو، او مقطع كامل للمحرك وخدنا منه قفص سنجاب. انا لسه لغايه دلوقتي ما جيتش ناحيه الملفوف على اساس ان في مقارنه، تمام. استاذ جمال، حضرتك اشرت في بدايه الحلقه ان العدو الدوار عباره عن جزئين، عدو دوار ملفوف وعدو دوار قفص سنجاب. يمكن حضرتك لسه كنت بتتفضل بتقول نفس الكلام دلوقتي. عايزين، هل العدو الدوار القفص سنجاب ليه انواع؟ ليه اشكال ممكن نتعامل معاها؟ وما هو العدو الدوار الملفوف وشكله ايه؟ طيب هو العضو الداير قفص السنجاب احنا شرحناه ويمكن بيناه على ابنائنا على الشاشه كداخل المحرك. حضرتك عايز نفصص العضو الداير قفص السنجاب لوحده والعضو الداير الملفوف لوحده على اساس انها تكون اجابه نموذجيه. تعالوا نشوف مع بعض الكلام دوت بالصور موجوده مع شاشتنا هنا، هنشوف الصور بتاعتها كل عضو لوحده. يبقى العضو الداير اللي هو الروتور ينقسم الى نوعين، عضو داير قفص السنجاب وعضو داير ذو حلقات انزلاق ملفوف. تعالوا نشوف كده كل صوره من الصور مع شاشتنا الجميله هنا بتقول ايه. العضو الداير هو نوعان، العضو الداير ذو القفص السنجاب والعضو الداير ذو حلقات الانزلاق. طيب ده العضو الداير قفص السنجاب، وقلنا تركيبه مش هنقول تركيبه تاني يا استاذ عمرو ولا ملحوظ عليه،
ولكن هننتقل الى العضو الضاري القفص السنجاب بانواعه بقى. تمام. العضو الداير ذو القفص السنجاب، هنا عضو داير قفص السنجاب عن طريق سبيكه الالومنيوم ومعارش المروحه وريش المروحه، يبقى هنا ملف مسكوب من سبيكه الالومنيوم اللي هو الجزء اللي هو تعتبر الابيض اللي مايل ده، احنا قلنا مايل ليه؟ هنا بنقول حلقه المجاري بتاعتي في العضو الداير قفص السنجاب مايل، وقلنا مايل ليه؟ والاستاذ عمرو قال الاجابه بتاعته على حالي 3 4 نقاط، وبعدين كمان خدنا منه على شكل مروحه على اساس تزيد عمليه التبريد. طيب ايه رايكم كمان لو شفنا العضو الداير الملفوف؟ استاذ جمال قبل ما ننقل بقى للعضو الداير الملفوف، لان كده هنبدا نوصل للجزء بتاع المقارنه اللي بينهم المهم جدا، افهم من كلام حضرتك اللي شرحته في الشريحه اللي فاتت ان العضو الدائري القفص السنجاب عباره عن نوعين. نعم. عضو دائري القفص السنجاب المعتاد بتاعنا اللي ابنائنا بتشوفه في المدارس، وعضو داير اللي هو المسبوك من الالومنيوم واللي بيركب عليه مروحه وده في السرعات العاليه. يبقى انا عندي نوعين، عضو داير مسبوك والعضو الدائري القفص السنجاب المعتاد، الاثنين بنسميهم عضو داير قفص سنجاب. نيجي بقى للعضو الدائري الملفوف. تمام. طبعا واضح من كلام حضرتك ان العضو الداير الملفوف ما دام قلت ملفوف يبقى انا هلف احط فيه مجموعه من الملفات، ومن هنا جت كلمه ملفوف، وبالتبعيه الملفات اللي انا بستخدمها سلك نحاس احمر معزول ورنيش. اتفضل حضرتك بقى عرفنا ما هو العضو الداير الملفوف عشان نقدر ناخد المقارنه اللي توضح الفرق ما بين الدوار السنجاب والدوار الملفوف. طيب ابنائنا وبناتنا، هي التوضيح اللي الاستاذ عمرو قاله، التوضيح عايز يبين بالتفصيل ان انت شفت في القفص السنجاب ما فيش ملفات ولا في اطراف مقصور على نفسه. اما العضو الدائري الملفوف هنشيل القفص السنجاب هنحط ايه؟ ملفات. الملفات هذه الملفات لها اطراف. على فكره ان شاء الله اللي هيكمل منكم معهد او كليه في بعض الاحيان بيسموا المحرك الاستنتاجي المحول الاستنتاجي، ودي هيبقى بعد كده ان شاء الله فيها شرح في تكملاتكم في الجامعات باذن الله. المحول الاستنتاجي، ودي بيبقى فيها ملف ابتدائي وملف ثانوي على حسب ما يسمى. دايما المحرك العضو الدائري الملفوف بيبقى فيه شغل كتير جدا. هنقول نرجع تاني هنشيل القفص السنجاب وهنحط هنا في مجاري العضو الدائري الملفوف ملفات نحاسيه، ملفات نحاسيه ليها اطراف ومعزوله طبعا. هذه الاطراف هناخدها ونطلعها نلحمها مع حلقات الانزلاق. معنى ذلك حلقات الانزلاق ان القفص السنجاب والملفوف مقصورين على نفسهم، بس هنا القفص السنجاب مقصور بحلقات قصر، اما الملفوف فاحنا قفلنا اطرافه عند حلقات الانزلاق. ايه رايكم نشوف هذا الكلام على شاشتنا، شاشه التلفزيون المصري بتقول ايه؟ ان انا عندي ادي الاطراف بتاعت السلك وباين قوي هنا بالسهم، ادي الملفات ملفوفه وبعدين داخله على الاطراف، واخد الاطراف واخدها على فين؟ على حلقات الانزلاق. هو هنا قافلها عن طريق مقاومات، ودي هنشرحها بالتفصيل الممل في عمليه طرق بدء الحركه بتاعت المحركات الاستنتاجيه الثلاثيه الاول. يبقى هنا الاطراف بتاعتنا سلك ملفوف محطوط في المجاري، ها اطرافه ملحومه عن طريق حلقات الانزلاق. كده يا استاذ عمرو بالنسبه لنا العضو الداير القفص السنجاب والعضو الداير الملفوف الاثنين تقريبا استعرضنا كل تركيباتهم ومميزاتهم. تمام. طيب عايزين ده بيمتاز بايه وده بيتعمل بايه؟ ايه رايك حضرتك قبل ما نخش على المقارنه هنقول العضو الداير الملفوف يمتاز بايه عشان الملفات اللي دخلت على هذا الكلام. تعالوا شوف مع بعض كده ابنائنا وبناتنا بنقول هنا ايه. خد بالك من الدايره دي، برضو هنا عضو داير ايه؟ ملفوف. عضو داير ملفوف هو واخده على حلقات انزلاق وبعدين مديله مقاومات تانية هنعرف دي بتاعت ايه في طرق بدء الحركه. يبقى دي ملفات العضو الثابت ثم ملفات العضو الداير الملفوف، وخد بالك معطوده ازاي، ثم على حلقات الانزلاق. طيب انت لفيت هذه الملفات بتمتاز بايه؟ شوف الاجابه على طول ازاي. ويمتاز هذا النوع بعزم بدء كبير، ولذا يستخدم في الاحمال التي تحتاج لعزم بدء كبير مثل الاوناش والمصاعد والات الجر الكهربي. لو قلناها كده بالبلدي، الاسانسير بتاع سعادتك وانت طالع كده تحس ان في رج اول ما يطلع كده، عزم البدء بتاعه ايه؟ شديد. انت ممكن كمان تقول المقارنه، الاسانسير هو طالع فاضي بيطلع بسرعه، يبقى هنا كل ما خف الحمل كل ما السرعه بتزيد. طب كل ما زاد الحمل السرعه تبتدي تقل. تمام. يبقى هنا عزم البدء بتاع المحرك الاستنتاجي الملفوف شديد. افتكر الاسانسير،
لو انت حبيت تنسى او كلام من ده. بص النطره بتاع الاسانسير زي ما بيقولها بالبلدي، بيقول لك بينطر كده، اه لان عزم بيدي بتاعه ايه شديد. طب لو طلع فاضي بيطلع بسرعه، يبقى كل ما خف الحمل كل ما السرعه بتاعته زادت. طب لو زودت الحمل السرعه بتاعته بتقل. انا بغششكم بس عشان لما نيجي نعمل المقارنه استاذ عمرو ما يسالش وانتوا تبقوا قاعدين تكسفونا معاك. تعالوا نشوف مع بعض استاذ عمرو عايز يقول ايه بالنسبه للمقارنه. لا هو قبل ما نخش على المقارنه استاذ جمال، يمكن ابنائنا الطلبه بعض الاحيان بيسالوا، والجمله دي محطوطه مخصوص لكده. نعم. اللي حضرتك لسه بتتكلم عنها. بادئ شديد هو المحركات اللي لما باجي احط فيها سؤال، السؤال ده ممكن يجي لي بصوره صح او غلط، وانا يمكن ده اللي عايز الفت نظر ابنائنا الطلبه ليها، ما يحفظش المقارنه ويسكت. تمام. احنا هنشرحها دلوقتي. لا ده ممكن هنا يجي سؤال وسؤال صح او غلط، وممكن يجي سؤال علل. هنا ممكن يجي يقول له يمتاز النوع المحرك الدواري الملفوف نقط. تمام. يبقى يمتاز المحرك الدواري الملفوف بعزم البدء الكبير. تمام. ويستخدم في الالات التي تحتاج الى نقط. تحتاج لعزم بدء جديد. عزم بدء يبقى نفس النقطة هي هي. نفس الكلام نفس الإجابة بس هو بيكررها بطريقة تانية. مثل إيه بقى؟ تمام مثل. الأوناش. اللي هي الاستخدامات بقى بتاعته. والمصاعد دي اللي استخداماته. تمام. يبقى في فرق بين الميزة بتاعته والفرق بين استخداماته. انا بستخدمه للالات اللي بتحتاج عزم بدء كبير، يستخدم المحرك الدوار الملفوف في الالات اللي تحتاج عزم بدء كبير. زي ايه؟ يبقى في فرق إيه؟ هو بيستخدم لايه؟ والحاجات اللي انا بستخدم له بستخدم الميزه دي إيه؟ اللي هي زي ايه؟ تمام. الميزه بتاعته ان هو عزم بدء كبير. الكلام ده زي ما حضرتك عارف يا استاذ جمال، يا اما في صوره صح وغلط، ممكن يجي لي في صوره اكمل، ممكن يجي لي في صورة نقاط بتكمل واحد واثنين وثلاثة. فأبنائنا الطلبة يخلوا بالهم من الجزئيات اللي زي كده عشان ما يبقاش رابط دماغه على ان هتجي له يقول له المحرك الدوري الملفوف الاستنتاج الدوري الملفوف ثلاث اوجه بيستخدم في ايه؟ لا مش شرط ان انا اديها لك في كده، ممكن اجيبها لك في اي صورة من الصور الاسئلة اللي احنا متعودين نتعامل معاها. نبدأ نخش يا استاذ جمال على المقارنة اللي هي ما بين الدوار الملفوف والدوار القفص السنجاب، وانا بفضل ان حضرتك هتبدا تقول لنا المقارنه كامله ما بين الدوار الملفوف والدوار القفص سنجاب مع الشاشه بتاعتنا عشان ابنائنا الطلبه يبداوا يستوعبوا النقطه ويخلوا بالهم ان كل نقطه في محرك بيقابلها نقطه في المحرك الثاني، يعني في الدوار الملفوف نقطه بيقابلها نفس النقطه في المحرك الدوار القفص سنجاب. طب كنا عايزين نعمل مقارنه حضرتك ونسمي حضرتك قفص سنجاب والعضو ده ملفوف ونعمل مقارنه، هنضطر نعملها معاكم ابنائنا وبناتنا لان الاستاذ عمرو عايز يجيب الاجابه كامله نموذجيه من على الشاشه. كنا هنقول مع بعض ان هو قفص سنجاب وانا ملفوف ونقعد نتكلم. لا هو عايزكم كمان تكتبوها معايا بحيث ان انتوا تشوفوها مع الشرح. تعال نشوف سؤالنا بيقول ايه. قارن بين المحرك ذو العضو الداير القفص السنجاب والعضو الداير الملفوف. هنشوف مع بعض الاجابه هتكون ازاي. اولا العضو الداير الملفوف تركيبه معقد وصيانته صعبة ومكلفة، طبعا عارفين دي في حلقات انزلاق وفي ملفات. رقم واحد في الدوار القفص سنجاب تركيبه بسيط وصيانة سهلة واقتصادي، عبارة عن أسياخ وحلقتين قصر وشكرا على كده، حتى الصيانة بتاعته هتبقى سهلة جدا. رقم اتنين في المقارنة العضو الداير. اول نقطه حضرتك قارنت فيها استاذ جمال، معلش اذا كنت قاطعتك، اول نقطه قارنت فيها استاذ جمال قارنت في ما بين عضو الدار الملفوف والعضو الدار القفص السنجاب من حيث التركيب. تمام يا استاذ جمال. تمام. نشوف النقطه دي مع بعض كده بقى اللي هي احنا قلنا الدوار الملفوف تركيبه معقد ويحتاج لصيانه. تمام. زي ما حضرتك تفضلت وقلت لان علشان هو مكلف جدا اقتصادي يعني ثمنه يعني غالي، في سلك وفي عازل وفي ورنيش وفي 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 وحلقات انزلاق ويعني بيبقى فيه التكلفه عاليه عن الدوار الملفوف. الدوار القفص السنجاب بيمتاز ان هو رخيص الثمن عنه. تمام. هنشوف الكلام دوت. سهل التركيب لانه ما فيهوش التعقيده بتاعه التركيب ده، مفهوش كلام من ده. بس واحد من ابنائنا الطلبه بيقول طب انا هستخدمه ليه ما دام هو بقى معقد التركيب وصيانه غاليه لا ما انا باخد منه ميزه مهمه جدا اللي هو عزم البدء الكبير. تمام. يعني رغم المجموع رغم المشكله دي ان انا هاخد منه عزم بدء كبير، انما في دوار القفص السنجاب في مجموعه المميزات ديت انما مش هيديني نفس عزم البدء الكبير. فلما اكون محتاج فئات بتحتاج عزم بدء كبير افضل ويكون احسن حاجه بالنسبه لي استخدم الدوار الملفوف. طيب. ننقل على النقطه اللي بعدها استاذ جمال. النقطه الثانيه بنقول يبدا الحركه بعمليه معقده وزمن اطول. ده مين؟ العضو الداير الملفوف يبدا العمليه او يبدا الحركه بعمليه معقده وزمن اطول، بياخد وقت قبل ما يشتغل.
تلاحظ هو الوقت انت مش هتلاحظه قوي، واحنا قلنا يمكن في سياق الكلام الاسانسير. رقم الثاني هنا بالنسبه للقفص السنجاب يبدا الحركه بسهوله وسرعه. طيب ننتقل على النقطه الثالثه. خد بالك بقى اللي احنا لسه بنقول هنا مميزاته ليه. عزم البدء كبير، ده في ميزه كمان ظهرت، وتيار بدء منخفض. تيار بدء الحركه ده احنا هناخد عليه يمكن حلقه كامله هنا في التلفزيون المصري، ناخد عليه حلقه كامله، تيار بدء الحركه، مشكله في مشاكل المحركات الاستنتاجيه. يبقى هنا عزم البدء كبير وتيار بدء منخفض. اما في القفص السنجاب، ركز بقى، ركز بقى في اللي جاي، عزم بدء صغير وتيار بدء عالي. وده يمكن احد الاسباب الظاهر في طرق بدء الحركه ان القفص السنجاب له حوالي اربع طرق، اما الملفوف فله طريقه واحده. يبقى كده في فرق ما بين عزم البدء، هنا عزم بدء كبير وتيار بدء منخفض. تمام. يبقى في علاقه ما بين عزم البدء وتيار البدء، لان عزم البدء ما دام كبر يبقى تيار البدء هيقل. الناحيه الثانيه عزم بدء ضعيف، ايوه، او قليل، وتيار البدء بتاعنا يعني هيسحب مننا امبير كبير، بمعنى صح لابنائنا الطلبه هيلاقي الامبير بتاعي جري. تمام. رقم النقطه اللي بعد كده رقم اربعه، تعالوا نشوف مع بعض بقى الميزه. العضو الداري الملفوف جودته اقل، الجوده هتبقى قليله. هي الجوده قليله لان عندك نوعين من الملفات، ملفات العضو الثابت وملفات العضو الداير، وسرعه متغيره مع الحمل. طب دي قلناها، قلناها سرعه متغيره مع الحمل. انا بقول لك اسهل حاجه عندك الاسانسير. الاسانسير بتاعك عباره عن ايه؟ انت هنا كل ما لو طلع فاضي سرعته بتبقى ايه؟ عاليه. طب لو زودت الحمل على ركب فيه افراد هتلاقي السرعه ابتدت ايه؟ تقل. تعال شوف الدوار القفص السنجاب جودته عاليه. جودته عاليه ليه؟ لان عندك ملفات عضو ثابت بس، والقفص السنجاب ما فيش ملفات. خد بالك من الكلمه، وسرعه تكاد تكون ثابته. تكاد تكون اقرب انها تكون ايه؟ ثابت. يعني في الحاله بتاعت المحرك الدوار الملفوف نفهم من كده يا استاذ جمال ان الدوار الملفوف كل ما الحمل هيتغير كل ما السرعه بتاعتي هتتغير. تمام. انما في الدوار القفص سنجاب تكاد تكون يعني انا لو بقول ان سرعته 1450 هتفضل 1450 تقريبا. تمام. تقريبا يعني هتفضل 1450. يعني على اساس ان في انزلاق كمان يا زمر، ان في انزلاق. بس انا سامع واحد من ابنائنا الطلبه ايوه بيسال بيقول احنا عندنا سرعات 1500 3000 جت من 1450 نتيجه وجود ما يسمى بالانزلاق في المحركات الاستنتاجيه، مش شرط تبقى 1450، ممكن تبقى 1480 على حسب جوده المحرك، على حسب الانزلاق اللي عندي جوه المحرك، الجودة. وده هنشوفه في ايه الدروس القادمه ان شاء الله. طيب. بالنسبه للمحرك الاستنتاجي نكمل مع المقارنه. احنا وصلنا لاربع نقط، هناخد المقارنه او رقم خمسه في النقط. في العضو الداري الملفوف، ودي حاجه اوتوماتيك المفروض حضرتك واخدها في المولدات، انت عندك نوعين من الملفات وتاثير يعني ايه؟ حثي، يبقى معامل قدره منخفض، معامل قدره منخفض. اما في العضو الداير قفص سنجاب معامل قدره عالي، لان هنا الاسياخ من الالومنيوم دي تعتبر كانها مقاومه ايه؟ ماديه الى حد ما، مش هنقولها بالظبط. يبقى انا حتى لو نسيت العضو الداري الملفوف معامل قدره متاخر، ليه؟ عندي ملفات العضو الثابت وملفات العضو الداير. تمام. رقم اتنين في القفص السنجاب، العضو الداير قفص السنجاب معامل قدره مرتفع عند القدرات المرتفعه. طيب ده كده بالنسبه لمعامل القدره. طيب نشوف مع بعض تاني رقم ستة، العضو الداري الملفوف أقل استخداما وانتشارا في الصناعة، لأن له استخدامات محددة، عزم بدء شديد، سرعة تتغير بتغير الحمل. أما العضو الداري قفص سنجاب الأكثر انتشارا في الحياة العملية، الأكثر انتشارا في الحياة العملية، يمكن مفيش مصنع مفيهوش محرك استنتاجي ثلاثي الأول. كده الست في الست المقارنات بتاعتنا. تعالوا نشوف مع بعض رقم سبعة، العضو الداري الملفوف يستخدم في الأحمال التي تحتاج إلى عزم بدء كبير، ودي الركيزة الأساسية في العضو الداري الملفوف. أما في العضو الداري قفص السنجاب يستخدم في الأحمال التي تحتاج لسرعة ثابتة. ده كده أستاذ عمرو سبع بنود بالنسبة للقفص السنجاب وسبع بنود بالنسبة للعضو الداير الملفوف. هو في طبعا دي من بتبين مدى اهميه العضو الداري للقفص السنجاب وسبب شيوعه في الاستخدام في الحاله العمليه يا استاذ جمال. طبعا. ويمكن برضو في سبب من ضمن الاسباب هيبقى واضح معانا في الدروس القادمه ان شاء الله، ان طرق تغيير السرعه في المحركات الاستنتاجيه ذات القفص السنجاب اسهل بكتير جدا من المحركات الاستنتاجيه الدوار الملفوف، لان انا معايا في الدوار الملفوف العضو الثابت بيبقى عدد
ليه عدد اقطاب، والعدو الدوار ليه نفس عدد الاقطاب. عشان اغير عن طريق عدد الاقطاب هغير في العدو الثابت والعدو الدوار، انما في الدوار القفص سنجاب العدو الدوار هغير في الثابت بس. بالزبط. تمام. العدو الدوار بياخد نفس عدد اقطاب العدو الثابت من تلقاء نفسه، يمكن دي عمليه بتسهل لنا امكانيه تغيير السرعه وطرق بيد الحركه برضه، ممكن تسهل معانا كتير. هنلاقي اكتر من طريقه في المحركات الاستنتاجيه ذات الدوار السنجاب، لو في الدوار الملفوف بستخدم مقاومات بدء الحركه. تمام. في الدوار الملفوف. طيب. كده يبقى وفينا العدو الدوار الملفوف والعدو الدوار القفص سنجاب، او تركيب المحركات الاستنتاجيه ثلاثيه الاوجه التركيب بتاعها وكل جزء منها. في جزء مهم جدا حضرتك كنت اتفضلت وقلت استاذ جمال برضو في المقدمه، ان عن المحركات الاستنتاجيه انها بتدور من تلقاء نفسها. تمام. ويمكن ابنائنا الطلبه عارفه ان بتدور من تلقاء نفسها بسبب وجود ما يسمى بالمجال المغناطيسي الدوار. تمام. احنا عايزين نعرف ماهيه المجال المغناطيسي الدوار، او ايه هو المجال المغناطيسي الدوار. هو من الشرح والزعم اللي احنا شرحناه ان هي عباره عن ان انا بدي ملفات العضو الثابت تيار بينشا عنه هذا المجال. هذا المجال بنسميه المجال المغناطيسي الدائر. ده الكلام اللي هو البسيط اللي ممكن نشرحه فيه مع ابنائنا والطلاب. طيب حضرتك عايز تكتبه للطالب او الطالب يكتبه فيه لما يجي سؤال للطالب يقول له عرف المجال المغناطيسي. طيب. الدوار هيقول ايه عن المجال المغناطيسي الدوار؟ طيب اللي شاشتنا شاشه التلفزيون المصري هتجاوب على هذا السؤال ابنائنا وبناتنا، ما هو المجال المغناطيسي الدوار؟ هو مجال متجه يتغير اتجاهه في الفراغ مع الزمن بطريقه دواره، وله مقدار ثابت في أي لحظة ما دامت الأوجه متماثلة. يمكن الحصول على المجال الدوار من تيار متردد متعدد الأوجه، بمعنى ثلاث أوجه طبعا، أو كما يمكن الحصول عليه من تيار متغير ذو وجه واحد عن طريق ملفين بينهما زاوية 90. ملفين بينهما زاوية 90 أبنائي وبناتي، بنتكلم هنا المجال المغناطيسي الدائر سواء في الثلاث أوجه مفيش مشكلة بالنسبة لي، لكن في الوجه الواحد لابد يكون عندي نوعين من الملفات بينهما زاوية 90. النوعين من الملفات احنا واخدينهم اللي هم التقويم والتشغيل، هنقولها تاني. في الثلاثي الأوجه مفيش أي مشاكل من ناحيتي، عندي ثلاث أوجه الفرق بين كل وجه والآخر 120 درجة. اما في الوجه الواحد ما ينفعش ملف واحد، لازم احط ملفين، الملفين بينهما زاويه 90 درجه، ال 90 درجه على اساس ان في هنا ملف تقويم وملف تشغيل لعمل زاويه وجه ما بين الملفين حتى ينشا هذا المجال المغناطيسي الدوار. معنى كلام ان بنقول المجال المغناطيسي الدوار لا ينشا من ملف واحد، لابد من اكثر ملف، ملف او اثنين او ثلاثه. الملفين يبقى واجه واحد، الثلاثة يبقى الثلاثي الأول. ده التوضيح الزامر عشان كلمة زاوية بينهما زاوية 90 درجة دي ممكن تراها في الوجه الواحد. تمام. أستاذ جمال لو تفضلت حضرتك تستعرض لنا مجموعة من الرسومات المتتالية أو المسلسلة اللي بتبين في آخرها، بنبين في آخرها إن في عندنا ما يسمى بالمجال المغناطيسي الدوار، أو بيستنتج مجال المغناطيسي في الدوار في المحركات الاستنتاجيه. يبقى نعمل هنا عمليه عرض لشكل الموجه الجايبيه سواء ثلاث اوجه او يعني الوجه الواحد. احنا عايزين حضرتك عمليه سلسله كده من اول الموجه الجايبيه ووضع الملفات جوه المجاري، وعندنا انواع الملفات اللي هي عندي البدايه يو في ودبليو والاكس والواي والزد، وازاي بغذيهم بطريق كهربي لحد ما نوصل في الاخر بالسلسله اللي حضرتك عرضها لنا، نبين فيها ان ازاي او ان نتاكد ان عندنا فيما يسمى بالمجال المغناطيسي الدائر. طيب ابناء وبناتي تعالوا نشوف مع بعض مع شاشتنا هنا، بنقول كيفية وضع الموجة الجايبية الثلاثية الأوجه اللي موجودة، إزاي هناخد منها المجال المحصل اللي هو المجال المغناطيسي الدوار؟ تعالوا نشوف مع بعض هنا بنقول الشكل إزاي. شكل الموجة الجايبية لو بداية الفيضة رقم واحد، خد مكتوب عليها فيضة رقم واحد، هنا بنشوف بادئة منين ومكملة على هذا الشكل. طيب الفيضة رقم اتنين بادئة منين؟ خد بالك من أقصى قيمة عند زاوية كام هنا؟ 90. يبقى قبل منها هنا ب 30 وبعد منها ب 30، ده بدايه الملفات وهنقول لك الزاويه 120 جت منين. خلاص؟ طب دي لو قلنا هنا الفيزا الثانيه هنا زاويه بتاعتي هنا 180 درجه، خد بالك الفرق ما بين الفيزا الثانيه والفيزا الثالثه. هنا لو بدانا من الصفر لغايه هنا كام؟ 90. طب وبعديها ب 30 يبقى كام؟ 120. يبقى ده انا بدايتي هنا صفر مثلا، يبقى الفيزا اللي بعدها زاويه 120 درجة. نكمل الفيزا الثالثة هتبان معانا بهذا الشكل.
يبقى الفرق بين كل وجه والآخر زاوية 120 درجة. طب نشوف رسمة أستاذ جمال أوضح من كده توضح شكل ثلاث موجات ورا مع بعض خلال موجة واحدة. نجيبهم بالألوان يعني؟ خلال موجة واحدة. طيب بالموجة الأولانية أبنائي وبناتي تعالوا نشوف مع بعض. أدي الموجة الأولانية طالعة، الموجة اللي هي باللون الأزرق على الشاشة هنا. خد بالك طالعة إزاي؟ أدي هنا لغاية 180. تمام؟ أنت عايز الموجة التانية؟ حاضر، أدي الموجة التانية. بص من هنا لغاية هنا كام؟ 90 ثم 30 أبدأ بكام؟ ب 120 وبدأت الموجة التانية. طب الموجة التالتة خد بالك هنا بدأ إزاي؟ بعد هنا ديت 240 لكام؟ طب دي موجة وضع تانية. الملفات جوه المجاري بتاعت العدو الثابت شكلها إيه اللي هي الزاوية ال 120 درجة اللي حضرتك اتفضلت وقلتها؟ احنا وضحنا الموجه الجايبيه، انت عايز وضع الملفات كمان يعني عايزين نجيب مطور كمان نشرحه. طيب نشوف مع بعض الموجه هنا وضع الملفات اللي موجوده على شاشتنا هنا اللي هي بالنسبه لي ادي الملف الاولاني وادي الملف الثاني وادي الملف الثالث اللي هي الاي والبي والثي والفرق بينهما زاويه 120 درجه. تعالوا نشوف مع بعض تاني شكل الموجات، الموجه الجايبيه ازاي تطلع بتلتين وتلت بالنسبه لي وتحصل المجال المحصل ومجال الدوار. طيب استاذ عمرو عايزين هنا يعني على الشاشه نشرح ان ازاي دي موجه موجبه ودي موجه سالبه، بنقول كمان الشكل اللي هو اليو والفي والدبليو على الموجه اللي جايبيه نفسها. ايه راي حضرتك لو جبناها بالشكل اللي موضح على الشاشه ان هي دي كده بتقول عندي امتى المجال الاولاني ثم بيتحرك بزاويه كام ثم بيتحرك بزاويه كام لغايه ما توصل الثلاث اوجه هم 12 رسم، كل وجه له اربع رسومات. واضح من الرسم اللي حضرتك عرضه استاذ جمال ان محصله المجال المغناطيسي في كل نقطه بناخد فيها محصله المجال المغناطيسي بتبقى موجوده في لحظه معينه، يعني مثلا في اللحظه الاولى كانت كده، ابتدت في اللحظه الثانيه تلف، ابتدت في اللحظه الثالثه تلف. ده بياكد من الشكل اللي واضح قدامنا ان المجال المغناطيسي المحصل هو عباره عن مجموعه من المجالات ادت لي في الاخر الى مجال واحد، المجال ده اللي احنا بنسميه مجال الدوار لانه بيدور في الجزء بتاعي او في العدو الثابت بتاعي او في الملفات بتاعتي، مره يبقى في الاتجاه ده، مره بيدور في الاتجاه ده، ومره بيدور في الاتجاه ده على حسب الدوران بتاعي. ويمكن عشان كده لما بنيجي ندور المحركات الاستنتاجيه بتدور في اتجاه ما، لو حبينا نعكس حركتها وده هنستكمله في الحلقات القادمه ان شاء الله، لو حبينا نعكس حركتها بنبدل طرفين ونثبت الطرف الثالث، بالتبعيه بتغير المجال المغناطيسي مما يؤدي لتغير حركه او عكس حركه المحركات الاستنتاجيه. استاذ جمال بالجزء اللي احنا شرحناه في المحركات الاستنتاجيه اللي هو تركيب المحركات الاستنتاجيه سواء اذا كان عدو ثابت وعدو دوار، سبب تسميتها، المقارنه اللي بين العدو الثابت والعدو الدوار، الشرح السريع بقدر الامكان عن المجال الدوار وتعريف المجال الدوار، نكون بكده وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. نوعد ابنائنا الطلبه ان شاء الله في الحلقات القادمه هنستكمل معاهم المحركات الاستنتاجيه باستفاضه ثلاثيه الاوجه والوجه الواحد وباقي باب المحركات بالكامل ان شاء الله. وفي نهايه الحلقه بنشكر ابنائنا الطلبه على حسن مشاهدتهم ومتابعتهم لنا، وبنشكر حضرتك وبنشكر التلفزيون المصري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.